اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل من المطبخ الغربي نقول، ولكن في تركية في خبره طهويه. كلنا بنسال عن البصل القرمه، ده مشهور جدا في المطبخ الشامي او البصل الكويزات. وعندنا الارض الطيبه احلى ارض تطلع بصل اذا كان احمر او ابيض او البصل الاخضر في البشائر بتاعته. فانا عايز اعمل طاجن اللحمه النهارده بالبصل القرمه. بصل القربة يعني بصل بيبقى كله حجم بعضه تقريبا، في منه البعض بيبيعه زي كده في اطباق، والبعض ان احنا ممكن بنشتري البصل من عند الراجل بتاع الخضار بنقيه بقى معانا بالشكل ده كده. ده اختصارا للماتيريال بتاعي. معايا النهارده طاجن كمان لسان العصفور بالخضار، معانا بسله ومعانا كوسه، نقدر نحط جزر حسب الرغبه. ازاي نعمل لسان العصفور؟ كبار السن بيحبوه لان بتبقى حاجه طريه ولطيفه وسريعه الهضم وكمان سريعه المضغ. نيجي للفاصوليا الخضراء حبيبة قلبي، دي أنا بحبها جدا، وخاصة لما تكون خضراء بالشكل الجميل، مفيدة جدا للقولون والجهاز الهضمي، مشاكل الإمساك. عندنا الفاصوليا الخضراء عايز أعملها النهاردة يخني بالطماطم، ونحط معلقة سكر على صوص الطماطم عشان مشاكل الحموضة، عشان تبقى الأكلة دي بنستفيد بيها من كل العناصر الغذائية اللي بيحتاجها الجسم وخاصة الجهاز الهضمي. الخضروات في الشتاء مالية السوق، خلينا نستغلها إذا كانت الفاصوليا إذا كانت الخضروات كلها من الخس والجرجير. أنا مش عايز أطول لحضراتكم لأن عدى تفاصيل كتيرة في الحلقة، والأكل النهاردة فيه تفاصيل وفيه خبرة طهوية. حلو الكلام؟ طيب خلونا مع بعض نشوف إزاي نعمل طاجن البسلة بالجزر. طاجن البسلة ولسان العصفور معانا، لسان العصفور بيتحمر على النار بالشكل ده كده، وعشان لسان العصفور يبقى لون واحد بنحط معلقة ملح في التحمير، وجود معلقة زبدة صغيرة بيساعد على احمرار لسان العصفور أو الشعرية سريعا. أهو طبعا محمرونه من شوية، المقادير على الشاشة، الأكل بيطلع كله مع بعضه إزاي. لسان عصفور، جزر مقطع مكعبات كاريهات، وكوسة، ومعانا بصل وتوم. أبدأ أنزل بالزبدة على لسان العصفور بالشكل ده كده، وهو بيتحمر بحط بصلاية ناعمة. الأكل النهاردة فيه تفاصيل كتيرة، فيه خبرة طهوية زي كل يوم. بس النهاردة شوية زيادة. ليه؟ لأن احنا بنعمل أكل بمدرسة تانية خالص. حلو الكلام؟ عندنا اللحمة حطيناها على النار، اللي بنعمله بصل او قرمه، وشفنا ازاي الطاجن هيطلع معايا دلوقتي طعمه مختلف. ادي لسان العصفور مع البسله والجزر، زي الفل، حتى اللون يفتح النفس. انا بحب قوي لون الجزر في كل الاكل. صياديه نحط جزر ماشي، لسان العصفور مع الجزر ماشي، شوربه الجزر ماشي. ليه يا عم الشيف؟ لما بكون جعان وماليش نفس ابص للون البرتقالي، وعندي تيشيرتات برتقالي كتير، اللون البرتقالي بيفتح النفس. علم الالوان هو اللي قال كده. شفتوا؟ كل ده مع بعضه زي الفل. عينيا زي كده قلبناه كله مع بعضه، ونحط شويه البهارات بتوعنا قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا. عندنا البهارات بتاعتنا يا عم الشيف، ملح وفلفل وبابريكا، نظبط الطعم كده، وناخد شويه شوربه حلوين من اللي عندي. شفت ازاي الشوربه نافعانا؟ بتخليك واثقه من نفسك في المطبخ. الشوربه اللي بتغلي على النار دي. كله مع بعضه كده زي الفل، بسويه كده. يلا مخرجنا اسد زيت المصورين حبايبي، الصوره الحلوه اوبا مع بوكيه جارني لطيف وزي الفل. العب يا سمك. هو ده، خلص الكلام. خلينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، بعد الفاصل هنشوف ازاي نعمل مع بعض طاجن اللحم بالبصل القورمة، عندنا كمان طاجن لسان عصفور بالبسلة والجزر والكوسة. إذا أنت حابة ما تنسيش الفاصوليا الخضراء الطازة الجميلة، مفيدة جدا لجهاز القولون ومشاكل الإمساك. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. قصدي اللسان العصفور بالجزر والكوسه بيستوي على النار. حلو قوي. الاكل كله النهارده مربوط مع بعض يا استاذه رحاب، يعني مفيش حاجه منفصله. لما انا بزود من البوكيه جارنيه بتاعي ده كده عادي، واثق من نفسي. ليه؟ دي ميه مغليه فيها طعم،
عكس ما اجيب ميه من البراد واحط. خلي بالك مش تخسري حاجه. حل على النار تبقى مجهزاها كده، بصلايه، فص ثوم، عود كرفس حلو كده، شويه بهارات، وحطهم في الحله يغلوا على النار جنبك. الطاجن ده جاهز كده دلوقتي، تعالوا نغرفه مع بعض عشان نكسب وقت. اللهم صل على النبي. في الطبق ده كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. يلا. لسان العصفور ونسناه بجزر وكوسة وبصلة وتومة. الله. حلو قوي. ايه الحلاوة دي؟ ايه الجمال ده؟ ده لكبار السن اللي انا بحبهم. الخير والبركة، ربنا يطول في عمرهم يا رب. حاجة كده سريعة المضغ وسهلة. تعمليها لبابا، لحماكي، لحماتك، الأطفال الصغيرين، خلي بالك، زي الفل. ألف أنا وشفا للي ياكل. ممكن نحط شوية خضرة، إحنا حابين مفيش مشكلة. خضرة معانا أهيت، شوية بقدونس حلوين كده أو كرفس. ده للتقديم يعني. زي الفل. وده اختياري برضه حسب الرغبه، كرفسه وبقدونس.